بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمعت ما تحدثوا فيه من ما يهم الدول العربية والإسلامية، وقد تحدثنا في اجتماعنا قبل لا ندخل هذه القاعة ما هي حاجة الأمة العربية والإسلامية، وهو التعليم. هناك تقرير من الأمم المتحدة واليونسكو أن 80 مليون أمي في البلاد العربية، فثمانين مليون من 300 مليون معناه ثلث، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ والأمم لم تتقدم إلا بالعلم، فما دام عندنا 80 مليون أمي فأظن أن أهم شيء نتحدث فيه وهو التعليم. والتعليم محتاج إلى أن يصرف عليه مال، وهذا المال ينبغي في رأيي الشخصي 10% من الدخل القومي أن يصرف على التعليم، و10% أن يصرف على الصحة. فإذا استطعنا أن نخرج الأمة من الأمية 10 مليون كل سنة، فبنكون قد حققنا الهدف الذي الأمة العربية ترقى به. على الحكومات والمسؤولين أن يرعون التعليم والاقتصاد. الاقتصاد في حاجة من يحميه حتى يأتي المستثمر ويستثمر في أي بلد عربية، وبدون حماية لا يتوقعون صناديق ومطالبات باستثمار في بلد ليس له حماية لمن يأتي ويستثمر. فالأمم محتاجة والدول العربية لتغيير أنظمتها في الداخل وأنظمتها في تصدير بضائعها إلى الخارج بمستوى الدول الأوروبية. يحتاج أن نصنع هذا القلم بمستوى الستاندرد الأوروبي أو الكوباية، أو حتى نستطيع أن نصدر بضاعتنا. أما نصنع بضائع في مستوى أوطى من الموجود بالأسواق لا نستطيع أن نصدر بضائع. وتسهيل الزراعة، إنتاج الزراعي إلى الدول الأخرى. وشكرا لكم.